الثانية من يحيى الشيري إلى تيسير الجاسم، الجاسم يلعب كرة عرضية ممتازة وصلت إلى حارس المرمى الصغير كورينا. كورينا عمره 22 سنة، هذه المباراة الدولية الأولى له. كورينا انطلاقة خطيرة وكرة تتسدد، هدف أول، هدف أول وسط غياب كامل للدفاع السعودي. استغلال بشكل جيد من بوز سالوسا الذي يسجل الهدف الأول، وردة فعل كبيرة جدا في المدرجات الكبيرة الممتلئة في هذا المساء، وأول هدف إندونيسي على الشباك العربية منذ زمن، منذ زمن بعيد. أقول أول هدف في الشباك العربية. شوف الخلل الكبير جدا كان من الدفاع على إثر خطأ فادح جدا كان من دفاع المنتخب السعودي وتحديدا من منصور الحربي يتحمل فيه مسؤولية.